وأما الآن مشاهدينا الكرام فمع أخبار الاقتصاد، التفاصيل مع الزميلة رغدة أبو ليلة. إليك رغدة. شكرا لكما إلهام ممر وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. وجهت وزارة الموارد المائية والري بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد. وأظهر بيان صادر عن الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحفاظا على المحصول من التلف أو الفقد بمناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تملك عدداً كبيراً من المستخدمين المحتملين بمجال التكنولوجيا المالية، ليبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع بمصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم. جاء ذلك في إنفوجراف نشره مركز المعلومات يرصد فيه وضع مصر بمجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح المركز أن مصر تشهد أيضا زيادة في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت، مما يجعلها أكثر الأسواق جذبا بمجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء والطاقة بالبلدين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بينهما. وخلال اللقاء أشار محمد شاكر إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان. اختتمت فعاليات ملتقى أسوان الصناعي الأول بأرض المعارض بمدينة أسوان بمشاركة 32 عارضا وشركة. عكس الملتقى الجهود اللجات بالمزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية وخاصة بالمجال الصناعي وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة المصانع بمختلف أنواعها وخطوط إنتاجها وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب. كما طرح الملتقى خطوطا إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر ونباتات العطرية، فضلا عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة. إن هذا المعرض النوعي الأول من نوعه على مستوى إقليم الصعيد وجنوب أسوان، هذه المعارض النوعية دائما بتتواجد في القاهرة العاصمة. النهاردة بنعمل نوع من المحاكاة، بنجيب جميع المصنعين والمستوردين المعدات على مستوى الجمهورية، بنيسر على شباب محافظة أسوان إن هو يتعايش مع الواقع، يشوف المعدات وخطوط الإنتاج والتكلفة عروض الصيانة ويبدأ يكون فكرة. شغلي هاند ميد عرجون النخيل، طورت منه، كان هو عبارة عن طباقة أخره طباقة وكده، وأنا طورت منه، عملت منه مفارش غكالة بجميع أنواعها وأحجامها، وعملت منه أبجرات ومفارش كفرة وتربو وكبت بلكونة برضو. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية، وسجل رأس المال السوقي مستوى 742 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة. وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2900 و79 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.24 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 20.4 و 20.19، الاسترليني 20.6 و 24.24، الدرهم الإماراتي 4.96 و 5، الريال السعودي 4.86 و 4.89. في أسواق المال الخليجية صعدت الأسهم بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ارتفاعا بنسبة 24%، كما صعد مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.6%. أما في البحرين فقد ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.34%. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغار إن نمو منطقة اليورو قد يكون منخفضاً بنسبة 2.3% في 2022، مضيفة أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي. وأشارت لاغار إلى أنه في جميع السيناريوهات من المتوقع أن ينخفض التضخم وأن يستقر عند مستويات قريبة من هدف البنك البالغ 2% في عام 2024. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إلهام نمر وأميمة تمام، إليكم. شكرا لك رغدة أبو ليلى على هذا العرض.